ده بالليل. امين عادل باشا هيكون موجود؟ لا انا اللي هستلم. وماله انتوا الاثنين واحد، هو مفهمني على كل حاجه. بالاذن يا حسن باشا. ما هو بدري. اتفضل على ميعادنا ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اتكلم معاك. في ايه؟ اللي كان هنا ده عايز ايه؟ انت ايه دخلك؟ يعني ايه حسن؟ هو انا مش عايشه معاك يعني في نفس البيت ولا ايه؟ لا يا ريتال، انت هنا في البيت عشان تربي العيال وتسمع الكلام وبس، انما ايه اللي انا بعمله مالكيش صالح بيه. بس انا من حق اخاف عليك يا حسن. من حق اخاف عليك، وانت لازم تحترم ده. ما بحبش الطريقه دي. امال بتحب انهي طريقه يا ابو علي؟ قولي عشان اعرف اتكلم بيها. لما تكلميني حسك ما يعلاش، وما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. بس انت جوزي وحياتك تهمني. الشغل ده فلوسه كتير، ما تقلقيش. لو حصل لي حاجة هتعيش طول العمر في عزي وهنا. بس أنا مش عايزة فلوسي حسن. الفلوس عمرها ما هترجع أبويا اللي مات، ولا خالي ولا عبد الله. ولو أنت شايفني وحشة قوي كده وما ينفعش، يبقى طلقني حسن. طلقني. أنا لو كنت بقولك كده زمان كنت بقولك كده عشان أخلي النار تاكلك، ولو كنت عايزة فلوس فكنت بعمل كده عشان خاطر أخد فلوسي وبس. بس أنا دلوقتي اتغيرت يا حسن، وعايزاك أنت كمان تتغير. يا رب ارسم لي الطريق. يا رب انا ما عارفاش احط رجلي في اي سكه. انا ماليش ظهر ولا سند ولا حتى احضن مايله تسند عليها. انت اللي عالم بالحال يا كريم. يا رب يا رب. ازيك يا مفيد؟ عاوز ايه؟ اسمع مني، هما كلمتين. انا غرضي شريف. بعد عني، أنا مش ناقصاك. في إيه؟ عملت اللي في ورايا زي الدبور. في إيه؟ عاوز إيه؟ مالك يا بنتي يا مفيد؟ مفيش يا ست فوزية، مفيش. قال لك كلمة مش ولا بد البجم ده؟ أبداً والله، أنا بس كنت عايزها في كلمتين. كلمتين إيه اللي أنت عاوزها فيهم دول؟ بقول لك إيه؟ روح شوف أكل عيشك، وإلا قسماً بالله ما تقعد في البلد دي دقيقة واحدة. وعز جلالة الله أنا غرضي شريفة ست الناس. امشي من وشي دلوقتي، ولو شفتك هنا تاني هخلي وشك شوارع. على ايه؟ طيب احسن امشي. تعالي يا بنت يا مفيد. ما حدش ليه دعوه بيا، ما حدش ليه دعوه بيا، ما حدش يكلمني، ما حدش يكلمني. البنت اتخبلت ولا ايه؟ طول عمرها مخبوله. امشي امشي. امك هنا؟ لا خرجت. طب كويس. انت متخانقه معاها ولا ايه؟ لا بس كنت عايزاكي في كلمتين كده. اوكي يلا هنلعب هنا هنلعب هنا. لا 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 لا. جايه لك على طول. رايه يا ريتال، انت هتفضلي ماشيه بالعيل ده على طول ولا ايه؟ هسيبه لمين يعني؟ ما انت عندك شغالة يا بنتي. لا ما تطمنش عليه مع اي حد غيري. غريبة يعني؟ انا احن واحدة فيك يا بنتي. المهم ناوية تعملي ايه؟ مش فاهمة. يعني ايه مش فاهمة؟ يعني انت خلاص هتكتئبي وتقعدي هنا ولا هتنزلي مصر؟ لا نازلة مصر بكرة، واخد معايا امك ومرات عمك كمان. مين؟ كريمه وجبريه هينزلوا معاكي مصر؟ ربنا يستر. المهم ناويه تعملي ايه في قضيه امك؟ مالها؟ عايزه تطمن. هتنطقي يا بنتي. موقفها وحش. يعني ايه موقفها وحش؟
يعني انت هتسيب امك تتسجن؟ هتسيبها تتعدم؟ ما تنطقي يا شهد. عايزاني اعمل لها ايه؟ عايزاني اروح المحكمه دافع عنها اقول انها بريئه وان سينا هي اللي كدابه؟ اقول انها تستاهل البراءه وسينا هي اللي عملت كل ده، وانا متاكده ان امك اللي ورا كل اللي عملته، صح؟ عايزاني اروح اقول له ايه؟ سينا تستاهل الحرق والشنق وماما تستاهل البراءه. هي ست كويسه ما عملتش اي حاجه، وانا عارفه ان هي اللي ورا كل اللي حصل. لا وعملت اللي افظع من كده كمان. عملت اللي ما نعرفش نتكلم فيها رتال. عندك حق فعلا. بس لو امك بقى اتحكم عليها هتعملي ايه؟ لو ما وقفتيش جنبها موقفك هيبقى ايه ساعتها؟ هتقدري تعيشي ازاي؟ وهي عايشه لحد دلوقتي ازاي؟ وازاي بيجي لها نوم بعد اللي عملته في فريده ومحرم ومفيده؟ ما تقولي لي ازاي؟ والله هي عملت ده علشانك وعلشاننا كلنا. تقتل عشاننا؟ اه. زي اللي قتل عبد الله كده. اللي قتل عبد الله كان عايز ينتقم من العيله دي. وزمانه دلوقتي نايم ولا في دماغه النار اللي قايدها في قلبي. انا كل ما افكر ازاي هقف قدام القاضي وضميري المهني هعمل فيه ايه؟ وهقدر ازاي اقول له انها بريئه وانا عارفه انها مش بريئه؟ ما تقولي لي ازاي هعمل كده؟ هتقدري. هتقدري يا شهد. ولا انت خايفه على عزت يبعد عنك؟ اقول لك على حاجه؟ لو بعد عنك صدقيني ده احسن. لانه لو ما وقفش جنبك في الموقف اللي انت فيه ده واللي انت شايلاه على قلبك يبقى ملوش لازمه. زي حسن كده. مش قادره اتحمل نظرته ليا. حسن مش قادر يصدق ان رتال اتغيرت خلاص. انا خايفه يا شهد، وخايفه اكتر منك 100 مره. خايفه حسن يقفل قلبه وما يفتحوش ليا تاني. ما بقيتش عارفه أنا عايشة ولا ميتة. توحشتك، توحشتك قوي يا بوي. هو أنت ليه ما بقيتش تزورني في المنام؟ ده أنا محتاجة لك، محتاجة لك تنور طريقي. أنا تايهة يا بوي، أنا زي اللي اترمت في البحر وهي ما تعرفش تعوم. مفيدة اللي جابك هنا؟ مالك؟ صعبان عليك روحك ولا توحشتي ولدك ولا حسن جه على بالك؟ أمي هي اللي جت على بالي يا ست نادية.